ترى الشيء بعينك. ويبين للناس بأن الجن لا يعلمون شيئا من الغيب. وذهب الطائر بهذه العقيدة العظيمة القوية الشديدة، الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. هو أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا له عبد. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المرسلين وسيد المتقين خير خلق الله أجمعين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم في بداية مجلسنا هذا بتحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. ونلتقي بتوفيق من الله تعالى في مجلس من هذه المجالس المباركة التي نسير فيها على ضوء هذا العنوان المبارك، وهو رياض العلم في القرآن الكريم. وقد كنا نتحدث في المجلس السابق عن نموذج من نماذج الملوك الصالحين الذين يكرم الله تعالى بهم البشرية حينا بعد حين. الله جل جلاله جرت سنته سبحانه وتعالى ألا يدوم الظلم، وألا يدوم الاستبداد والاستغلال. فالله من سننه التي لا بد أن تجري في هذا الكون أنه لا شيء يدوم، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلا بد بعد أن يطول أمد الظلم أن ينتهي الظلم، وأن يأتي الله عز وجل بخلق جديد، بخلق جديد يحيي في البشرية سنن الله، ويحيي في البشرية كذلك روح الإقبال على الحق. وهكذا رأينا من الملوك الصالحين ذلك الملك الذي نوه ربنا في القرآن بذكره، وحكى لنا سبحانه وتعالى قصته الجميلة التي وردت في سورة البقرة كما رأيتم. وكانت سورة البقرة تهيئ المسلمين لإقامة دولة الإسلام الجديدة التي ستقوم بالحق وتقضي به فيما بينها وتنشره فيما بين الناس أجمعين. كانت سورة البقرة تؤسس لهذا الأمر العظيم بعدما ذاقت البشرية ويلات الحكام الظالمين المفسدين المستغلين المستبدين. ها هو دين الإسلام، ها هو دين الإسلام يتهيأ لينقذ البشرية ويخرجها من الظلمات إلى النور. فلا بد إذن من تربية لهذه الجماعة المؤمنة الصالحة التي ستحمل منهاج الله عز وجل للبشرية كلها، وذلك لينتهي عهد الظلم والاستبداد والاستغلال، ثم يحيا عهد العدل والحق والمساواة والأمن والأمان والسلم
فيعيش الناس جميعا تحت مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك هو الذي عبر عنه ذلك الصحابي الجليل ربعي بن عامر حين وقف أمام طاغوت من طواغيت الأرض فقال في كلمات ثلاث: جئنا أو ابتعثنا الله لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة العباد، لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، إلى عبادة رب العباد جل وعلا، ولنخرجكم من ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فقد كانوا يستعبدون الناس، وقد قال عمر رضي الله عنه في مقالته المشهورة السائرة التي جارت مثلا سائرا لخليفته أو لعامله على مصر عمرو بن العاص، فقال له المقالة المعلومة التي تعرفونها جميعا: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ جاء الإسلام ليحرر البشرية من الظلم والاستعباد والاستغلال. وقد كنت حدثتكم في بعض هذه المجالس بأن القيادة التي تختار في هذه الأمة وفي دين الله لا ترجع إلى حسب ولا إلى نسب ولا إلى مال ولا إلى وجاهة، وإنما قيادة هذه الأمة ترجع إلى الصفات التي تؤهل الإنسان ليكون قائدا لهذه الأمة، وتلك الصفات هي التي جمعها ربنا عز وجل في آيات من كتابه سبحانه وتعالى، فمرة يعبر عنها سبحانه وتعالى بالقوة والأمانة: إن خير من استأجرت القوي الأمين. ومرة يعبر عنها سبحانه وتعالى بالحفظ والعلم: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ومرة يعبر عنها بالبسطة في العلم والجسم كما في هذا السياق الذي نتحدث فيه، في قول الله سبحانه وتعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. وذكرت لكم قصة سيدنا عمر الذي كان إذا أراد أن يختار قائدا يذهب إلى بيوت الله، بيوت الله تربي القادة، ومن لم يتربى في بيت الله كيف يكون قائدا لهذه الأمة؟ وصلته مقطوعة بالله. من لم يتربى في هذه البيوت لا يصلح لقيادة أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قادة هذه الأمة لا يتخرجون في المقاهي ولا يتخرجون في الأندية ولا يتخرجون في الأماكن التي لا يذكر فيها اسم الله، إنما يتخرجون من بيوت الله. وقلت بأنه ذهب رحمه الله تعالى إلى المسجد مرة ورأى رجلا قد خلى بنفسه يتلو القرآن ويتهجد به ويذكر الله عز وجل ويبكي بين يدي الله، فقال له: يا فلان، وأنا كنت قد سميته بالقعقاع بن عمرو، وليس كذلك، القعقاع بن عمرو كان في المعركة أيضا لكنه كان قائدا للخيالة، أما القائد العام الذي كان قائدا لهذه المعركة اللي هي معركة نهاوند فاسمه النعمان بن مقرن المزني، هذا الرجل الذي حكيت لكم قصته وأن سيدنا عمر اختاره من بيت الله. إذا القادة يختارون من بيوت رب العالمين، كما قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الرجولة هنا في بيوت الله تتكون
وقال الله عز وجل في آية أخرى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال، والضمير في فيه يعود إلى المسجد الذي أسس على تقوى من الله ورضوان. هذه الرجولة التي نوه الله تعالى بها من خلال المتخرجين من بيوت الله والمتربين فيها هي الوصف التي وصف الله بها الرجال في ميدان الحرب، في حيث قال في سورة الأحزاب: رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن عودة إلى القائد طالوت رحمه الله ورضي عنه، وقد توقفنا عند قول ربنا سبحانه وتعالى وهو يقدم لنا هذه القصة الجميلة الرائعة: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. لما اختار القادة الذين يخرجون معه ويذهبون معه للقتال لا بد من اختيار، ولا بد من اختبار، ولا بد من تصفية. ما هي هذه التصفية؟ التصفية هي ابتلاء الله لهؤلاء الجنود بنهر عذب حلو في ميدان الصحراء الفسيح الواسع، بعدما أصابهم لفح الصحراء وحرها، ها هو الماء يجري بين أيديهم. ولكن القائد جاءه أمر من الله عز وجل أن يقول لهؤلاء الجنود: من أراد أن يتبعني فلا يشربن من هذا النهر إلا من اغترف غرفة واحدة فلا بأس بذلك. الغرفة الواحدة لا تضر، ولكن من استسلم إلى العطش واستسلم إلى الماء يشرب حتى ملأ بطنه فهذا لا يصلح أن يكون جندياً في صفوف المقاتلين في سبيل الله. لماذا؟ لأنه انهزم أمام نفسه، ومن انهزم أمام نفسه كيف لا ينهزم أمام عدوه في ميدان المعركة؟ لا يمكن للجندي أن ينتصر أمام عدوه إلا إذا انتصر على نفسه التي بين جنبيه. ولذلك اختبرهم الله تعالى بالنهر الجاري وقال لهم قائدهم: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. من شرب منه الآن لا يخطو معنا خطوة واحدة، لأنه لا يصلح أن يثبت في ميدان المعركة وأن يواجه أعداء الله. لماذا؟ كما ذكرت، إذا لا بد من اختبار الجندي قبل أن يخرج إلى المعركة. هل هو مصفا منقا؟ هل هو متحرر من سيطرة نفسه وهيمنتها عليه؟ لأنه قد أسلم نفسه لربه وسلم قيادته لخالقه، فأصبح عبدا لله، ليس عبدا لشهوة ولا عبدا لهوى ولا عبدا لنفس ولا عبدا لدنيا أبدا. هذه هي مواصفة الجنود الذين يحررون القدس اليوم، ويحررون كذلك بلاد المسلمين التي استعمرت. لا بد أن يكونوا عبيدا لربهم، لا تستعبدهم شهوة ولا لذة، ولا تستعبدهم مناصب، ولا تستعبدهم نفوس ولا أهواء. لقد ذاقوا حلاوة الجنة، ومن ذاق حلاوة الجنة ورأى قصور الجنة وجنانها وأنهارها كيف تعرف الدنيا سبيلا إلى قلبه. فهذا عمير بن الحمام
في غزوة بدر سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يقاتلهم اليوم مؤمن فيقتل محتسبا إلا أدخله الله الجنة. كان عمير بن الحمام بيده تمرات يقتات بها ويتقوى بها، فلما سمع الجنة ماذا قال؟ قال: بخ بخ. فقال له الحبيب المصطفى: لما قلت هذا؟ قال: الجنة يا رسول الله، لقد اشتقت إلى الجنة. فألقى بهذه التمرات ولم يستطع أن يتمم أكلها، تمرات في الكف، أكل واحدة أو اثنتين. فلما سمع ذكر الجنة تجلت له الجنة ورآها حقيقة. فلما نظر إلى التمرات احتقر التمرات، وظهر له أن هذه التمرات لو اشتغل بها وبقي معها لشغلته عن الجنة. فقال رضي الله عنه: لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إن هي لحياة طويلة. اعتبر بقاءه مع هذه التمرات ليأكلها حياة طويلة بينه وبين الجنة. هذه رؤية الجنة حقيقة، يعني لو أنه بقي منشغلا بهذه التمرات كم سيبقى مع هذه التمرات؟ دقيقة، دقيقتين، دقيقة أو دقيقتين، اعتبرهما حياة طويلة تفصله عن جنة عرضها السماوات والأرض. ولذلك ابتلى الله جنود طالوت بالنهر الجاري، فكيف كانت النتيجة؟ فشربوا منه إلا قليلا منهم، كان عددهم 80,000، فشرب منه 76,000، ولم يبق معه إلا 4,000، وقيل لم يبق معه إلا 310 رجلا على عدد أهل بدر، والألوف المؤلفة كلها شربت من النهر، ولكن من شرب غرفة واحدة روته، ومن مكث يشرب لم يرتوي، هكذا تحدثنا الروايات. من مكث يشرب أخذ يشرب ولم يزل عطشه، وأما الذين انصرفوا عنه كأنهم صائمون، أو الذين اغترفوا غرفة واحدة فقد زال عطشهم. لأن من الذي يزيل العطش؟ ليس الماء، إنما هو سبب. أما إزالة العطش فإنما تكون من الله، الذي خلق العطش هو الذي يزيله. فإذا لم يشأ أن يزيل عطشك فلو شربت مياه الدنيا كلها لم يزل عطشك، إنما هي أسباب فقط جعلها الله عز وجل في هذه الدنيا يتعامل الناس بها. ولله سبحانه وتعالى حقائق ربانية لا تخضع إلى هذه الأسباب التي يرتبط بها الإنسان حتى يعبد نفسه لها كأنها آلهة من دون الله. وقد طغت الأسباب اليوم على الناس حتى صارت هذه الأسباب كأنها الفاعلة بنفسها. لا والله، ليست الفاعلة بنفسها، إنما هي أسباب وضعها الله في هذا الكون ورتب عليها مسببات، وقد يلغيها الله تعالى بالكلية لمن شاء من عباده. فقد ألغاها الله عز وجل في حق إبراهيم، فقد أوقدت له نار عظيمة استعدوا لها مدة شهر كامل،
وعندما ألقي فيها سيدنا إبراهيم ماذا فعلت به؟ لم تفعل به شيئا، ما أحرقت له شعرا ولا ظفرا ولا جلدا ولا حتى ثيابه التي على ظهره، إنما أحرقت القيود التي كان مقيدا بها ومكبلا بها، أحرقت قيود اليدين وقيود الرجلين، فبقي إبراهيم يناجي ربه في وسط النار. فلما أخرج من النار سئل عن أفضل أيامه التي قضاها في الدنيا، فقال أفضل أيام التي قضيتها في الدنيا حين كنت في نارهم خلوت بربي، حين اختلى بربه سبحانه وتعالى. وهذه السكين يأخذها سيدنا إبراهيم ويضعها على عنق ابنه، وتأبى السكين أن تذبح لأن خالق السكين أصدر الأمر للسكين ألا تذبح، فلا يمكنها أن تعصي أمر خالقها، وخالق النار أصدر أمره إلى النار ألا تحرق إبراهيم أبدا، فقال لها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما. إذن هي أسباب نتعبد بها لله، مش نعبدها من دون الله، نتعبد بها لله، أمرنا الله أن نأخذ بالأسباب نأخذ بالأسباب، لكن لا ننسى أن خالق الأسباب يفعل بالأسباب ويفعل بلا أسباب. لا بد أن تنظر إلى خالق الأسباب من خلال الأسباب، لا تشغلك الأسباب عن مسبب الأسباب، إياك إياك أن تشغلك الأسباب عن مسبب الأسباب، إياك أن تحجبك الأسباب عن خالق الأسباب. فالأسباب مثلك أنت وإياها على حد سواء، أنت مخلوق وهي مخلوقة، وهي لا تعصي أمر ربها، وأنت كذلك إياك أن تعصي أمر ربك. وهكذا الذين غرقوا في سبب النهر لم يزل عطشهم، والذين انصرفوا عن النهر متوكلين على الله رواهم الله من عنده، رواهم الله من عنده. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول للعطش اذهب فيذهب، ويقول للري يا ري ادخل إلى أفئدة عبادي فيدخل الري إلى أفئدة عباده. ومن كانت عنده هذه النظرة فهذا هو الحر الذي يخرج في سبيل الله ليقاتل في سبيل الله من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. إذن فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، جاوزوا النهر، جاوزه هو القائد المظفر، القائد المؤيد، القائد المرشد المسدد، والمجموعة القليلة التي اعتصمت بالله وتوكلت عليه، هذه المجموعة أيضا تحتاج إلى تربية وإلى رعاية وإلى بث للروح في قلوب هذه المجموعة، لأنها ستلتقي مع جيش جرار يملأ الأرض. فمن لم ينظر إلى الله ونظر إلى هذه الجموع خاف منها، ولكن من نظر إلى الله ظهرت هذه الجموع بين يديه كأنها ذباب، كأنها مجموعة من الذباب أو البعوض، لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه ماذا حدث؟ هذا إن شاء الله سنتحدث عنه في مجلسنا القادم، سائلين من ربنا جل وعلا أن يلهمنا الرشد والصواب والسداد، وأن يملأ قلوبنا بعظمته وجلاله وجماله وكماله، حتى نتحرر عن الأرض ومثبطاتها، ونكون عبيدا له جل وعلا،
فندخل تحت قوله سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم اجعلنا عبيدا لك مخلصين مخلصين، واهدنا سواء السبيل، وسددنا في القول والعمل، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.